هنروح لبطولة الجمهورية مواليد 2007، ودي بطولة طبعا قوية جدا زي ما قلت لحضراتكم، ولكن استطاع فريق نادي الزمالك أن يفوز على أسوان بنتيجة 4-2. اللقاء كان يوم الخميس الماضي أيضا على مجمع ملاعب الكابتن إبراهيم يوسف رحمة الله عليه، الجولة 10 لبطولة الجمهورية للناشئين لهذه العمر السنية. سجل أهداف الزمالك يوسف علي عمر، أحمد محمد علي سينا، أحمد حسن، ويوسف محمود. يوسف محمود وشهدت المباراة ظهور لاعب الزمالك بمستوى فني راقي جدا، وصنعوا العديد من الفرص نتج عن إحراز 4 أهداف فقط. والزمالك في المركز السابع برصيد 18 نقطة. إن شاء الله بإذن الله بعد هذا الفوز والفوز القادم يتقدموا إلى مراكز إن شاء الله متقدمة عن كده شوية. المركز السابع مركز بعيد لا يليق بالزمالك، ان شاء الله نتمنى ان هم الفتره الجايه يعملوا ماتشات وريمونتادا كبيره جدا عشان يرجعوا للصداره مره اخرى. احمد رزق مدربا، محمد مصطفى وحمدي صالح مدربين مساعدين، تامر وحيد مدرب حراس مرمى، محمد كمال الدين اداري، وابراهيم عبد الرحمن اخصائي تاهيل واصابات، محمد موسى عامل مهمات. المباراة كانت يعني قوية لأن فريق أسوان الحقيقة كان من الفرق المصنفة فرق قوي يعني، لكن نادي الزمالك استطاع أنه يكسبه 4-2 بدليل أنهم سجلوا هدفين في نادي الزمالك في عقر داره، وبالتأكيد هو فريق يحترم فريق أسوان. كل التمنيات الطيبة ليهم إن شاء الله في اللقاءات القادمة بإذن الله. مبروك لنادي الزمالك. لقاءات ما بعد المباراة. رباعية الزمالك النهارده يعني كان واضح تعليمات الجهاز الفني من خارج خطوط الملعب، وكان لها دور كبير جدا في اللقاء واحراز الاهداف. كابتن محمد مصطفى مدرب نادي الزمالك، الف مبروك الفوز والنتيجه، وواضح كمان ان الماتش كان مضغوط خاصه الشوط الثاني. الله يبارك فيك يا ساهر واهلا بيكم في النادي. هو مضغوط طبعا، كل الماتشات في السن ده الولاد ما بتعرفش تسيطر عليهم، انت ما عندهمش انضباط، السن ده اكتريته متقارب في المستوى، هتلاقيه ممكن يبقى بادئ كويس وبغلطه واحده ممكن تلاقيه يرجع ما يبقاش كويس. الموضوع عنده يسرحوا شويه، ممكن عايز تظبيط شويه. صغيرين وطالعين بقالهم سنتين من حاره البراعم والترحيل والشغل بتاع نص الملعب والخط الضهري يرحل ازاي والحاجات دي تاخد وقت معاهم، لسه ممكن على السنه الجايه يبقوا احسن من كده بكتير يعني. لكن الفوز النهارده مهم خاصه المنافسه على البطوله. طبعا احنا المفروض كنا مركز ثالث بفرق 2 بونت، لو كسبنا النهارده المفروض حد وقع ممكن تبقى تاني اول قريبه. كان لازم نكسب الماتش ده باي طريقه، ان كمان انت خارج لسموحه بره في ماتش اسكندريه، ماتش صعب فرقه كويسه، كان لازم يعني عشان نروح اسكندريه احنا عندنا ثقه يعني. المباراه القادمه هتبقى مباراه مهمه. طبعا عندنا سموحه وفرقه كويسه ومنظمه، وفي اسكندريه الموضوع عاوز تركيز وعاوز ناس عاوزه وعاوزه رجاله وشغل تنفيذ حاجات في الملعب. ان شاء الله يعني خير ان شاء الله. كويس معايا الان كابتن الفرقه احمد حسن نجم نادي الزمالك النهارده واحرز هدف جميل. احمد الف مبروك الفوز وادائك النهارده، وتعليمات بقى الكابتن كاتيكو ايه طوال المباراه؟ المباراه كانت صعبه النهارده. الحمد لله طبعا على الفوز، بندي الفوز طبعا للاعبنا زياد مدحت، والحمد لله يعني كابتن رز ما كانش معانا بس ادينا، وكان بشكر كابتن محمد مصطفى وكابتن رز وكابتن حمدي والجهاز الفني كله، والحمد لله ما كانش اداء يعني مش قوي بس الحمد لله يعني الفوز لينا والحمد لله 3 بونت. تعليمات الكابتن كاتيكي النهارده قبل اللقاء؟ هو قال لي اي كوره عاليه اشترك وما تخافش ووقف ما بين المدافعين وروح وهتجيب، والحمد لله جبت جون والحمد لله يعني ان شاء الله نكسب الماتش اللي جاي. مثلك الاعلى مين في الزمالك بقى؟ زيزو. الحمد لله المكسب نهديه لزياد مدحت، لاعبنا مصاب قبل الماتش بيومين، الحمد لله اللي احنا كسبنا بس الاداء ما كانش كويس قوي الحمد لله، هم ضغطونا في اخر ربع ساعه كده منهم خسرانين، فالحمد لله احنا خدنا 3 بونت. وبشكر كابتن رزق وكابتن محمد مصطفى وكابتن حمدي والدكتور ابراهيم وللعم محمد نوسى بتاع العمال، نشكرهم كلهم الحمد لله اللي احنا خدنا 3 بونت. احمد سينا مهاجم نادي الزمالك ومحرز الهدف الثاني، الف مبروك يا احمد والهدف وادائك النهارده كان اكثر من رائع. الله يبارك فيك يا كابتن، انا بهدل المكسب ده والجول لزياد مدحت زميلنا المصاب، وبقول له الف سلامه عليك وان شاء الله ترجع لنا بالسلامه. وبرده بشكر كابتن رزق وكابتن محمد مصطفى لعيبه رجاله، والحمد لله يعني اللي جاي احسن ان شاء الله. الحمد لله طبعا على الفوز بس الاداء ما كانش كويس امد الحق،
لعبنا الشوط الاول احسن من الشوط الثاني بكتير، بس الحمد لله على كل شيء. ونشكر كابتن رزق وكابتن محمد مصطفى وكابتن حمدي وكابتن كوشي والدكتور. مثلك الاعلى مين بقى في الزمالك؟ زيزو طبعا.